جماهير هذه البلدة راه بلا تفويت. دون دون يا مخبر وارفع تقرير. جماهير هذه البلدة راه بلا تفويت. دون دون يا مخبر.
شاف الكوف لا خايفين، يهمش كوف لا خايفين، يفقر كوف لا خايفين، كاملين الموت ولا المال الموت ولا شكرا. مساء الخير وجمعة مباركة. بقات لينا 8 ايام غادي ندخلوا في الشهر الثامن من الاحتجاج السلمي والحضاري. كيبقى لنا 9 شهور الله اعلم هذا المولود اللي غادي نسميوه اسقاط الشركة ان شاء الله. اذا ان شاء الله قولوا ان شاء الله. إذن تحية للنساء كذلك للرجال ومباركة من السماء. أولا أحيي تجار المدينة، صفقة حارة لتجار المدينة الذين برهنوا على صمودهم وتضامنهم مع حراك مدينة فجيج. صفقة حارة 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 حارة. إذن تحية لهؤلاء الشرفاء الذين لبوا نداء الساكنة ولبوا إخوانهم التجار. النسبة كانت تفوق 95% وتصفيق لهذا الرقم القياسي في المدينة. كذلك هنيئا فك الاعتصام القار وتنقلت الأقدام والعقول إلى مناطق من مناطق البلدة السعيدة. إذن معتصم متنقل برهن على صمود الساكنة وعلى صمود الشباب في هذه الواحة الغراء. معتصم جاد جميع دوائر تقريبا مدينة فجيج، وهناك المزيد إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. ولكن يبقى الاعتصام القار دائما في هذه الواجهة أمام جماعة فجيج لنؤكد مرة أخرى أننا نرفض رفضا باتا اتفاقية المشؤومة للانضمام إلى الشركة. شكرا. إن هناك ضيق الوقت فأكتفي فقط بإشارتين أو ثلاثة. اليوم دأب مكتب المجلس بقطع كذلك العدادات في هذا اليوم المبارك في شهر ذي القعدة في يوم الجمعة، فنقول لهؤلاء كفوا أيديكم عن عداداتنا، ونقول لهم إذا كنتم تمارسون الضغط على ساكنة فجيج حول إزالة أو سحب عداداتهم فليس لكم الحق، فالماء حق الساكنة وحق الفرد والمجتمع. سولت لهم أنفسهم لإلقاء أيديهم لأعضاء التنسيقية وكذلك للمحتجين النساء والرجال كذلك على السواء.
فنقول إذا أردتم أن تطبقوا نزع هذه العدادات التي تحتوي على الجزافي أو المتأخرات فاقدموا على إزالتها لجميع ساكنة وليس فقط للمحتجين. إذا الإشارة نحن نتواجد في ساحة بيرنزران نشوف كاملين لهذه المقهى مقهى الواحة. إذا مع كامل الأسف أنهم كذلك إذا نزعوا إذا العداد رغم أنه إذا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله من لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا مؤذن مؤذن الواحة ومؤذن الحراك. قلت إذن في هذا الصباح الأخ صاحب أو رب هذه القهوة أو المقهى خلص عنده شي ديون كيما عند ديون كاملين حتى ديال المساندين ديالهم ديال الشركة عندهم ديون وكذلك مستشارين عندهم ديون. فإذا خلص واحد الجزء ولكن أصر اللي عنده تفويض ونخصه هو النائب الأول جاء حيد له الكونتور. هذا الإجراء هذا احنا كندينوه ندين هذا الإجراء إن ماشي من اختصاصات ديالو هو فكاين عمال ديال القطاع ديال الماء هما اللي يجيو يحيدوا ماشي المستشار. فهاد المستشارين حتى هما يكشفوا على الحسابات ديالهم يصرحوا اشنو هما الديون اللي عندهم باش يبانوا واش غير الناس المحتجين اللي عندهم الديون ولا كاين اللي عنده الديون. وهناك هلم جرة هناك الناس اللي عندهم الديون تفوق 5000 درهم لكي يدونوا في التدوينات. غادي نجي للتدوينات في الفيسبوك. كنطلب رجاء من المحتجين ديالنا ومن الاصدقاء ديالنا ومن النساء ديالنا والفتيات ديالنا ما نردوش على هاد التدوينات. اللي بغى يدون في الفيسبوك من هاد الناس المساندين لهاد الجماعه لهاد المجلس يجي للساحه ينظم وقفه بحال اللي كنظموا هادي 7 شهور ونص ولا 7 شهور و23 يوم وحنا هنا في الشوارع وحنا في الأزقة وحنا في ساحة بيرنزران وكذلك ساحة 20 غشت. فهاد التدوينات لا تزيدون إلا صمودا إن شاء الله غادي نصمدوا في وجه هاد الناس هادو. إذا كنقول لهم حذاري ثم حذاري. راه الشركة دخلات ولا ما دخلاتش المجلس غادي يمشي في حاله الممثلين ديال السلطة غادي يمشوا في حالهم غادي تبقاو معانا هنا مدلولين مخدولين هنا في هذه البلدة السعيدة. وقفك الى الشهداء وقفك الى الشهداء وقفك
غادي يكونوا غرباء في هذه البلاد ان شاء الله باذن الله. غرباء غادي يعيشوا غرباء وهم عايشين غرباء. نوجه كذلك تحيه عاليه للاعضاء الرافضين اللي لباو الضمير ديالهم، ماشي السكينه ولا الاحتجاج، لباو الضمير ديالهم ودفعوا الاستقاله ديالهم بشرف، لان ما يمكنش يتمشوا مع هذا المجلس اللي باع الماء ديال فيكيل. اذا تصفيقه حاره لهؤلاء الابطال، هؤلاء الشرفاء. كنتظروا 8 ايام من هنا للخميس باش نعرفوا مدى قبول هذه الاستقاله او رفضها من الجهات المعنيه. وانا ذاك اذا غادي نحزموا حزام جديد، غادي نتحزموا ان شاء الله حزام جديد، وخصنا نعطوا العهد بيناتنا الا العهد 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 العهد. اذا هذه فقط كلمه مرتجله، كيبقى المعتصم المتنقل، حنا باقيين غادي نعتصموا غدا ان شاء الله، مدعوين ان شاء الله لا قبوش ما تقبوش ولا ما تقبوش. حي ملوك، حي ملوك، واش البرلماني ولا ملوك؟ ملوك، حي ملوك. نتلاقاو غدا ان شاء الله في 10:30 للرجال والنساء، وتحيه نضاليه للنساء وكذلك للرجال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. بيان استقاله الجماعيه على اثر الاحتجاجات المتواصله لساكن سفيجيج لما يفوق 190 يوم بسبب الموافقه على انضمام جماعه سفيجيج لمجموعه الجماعات الترابيه الشرق للتوزيع بتاريخ فاتح نوفمبر 2023، بعدما كان المجلس قد صادق في وقت سابق وبالاجماع على مقرر يقضي بعدم الانضمام لهذه المجموعة، أي بتاريخ 26 أكتوبر 2023. نحن الموقعون أسفله نعلن عن استقالتنا من عضوية المجلس الجماعي لفيجيج، وذلك للأسباب الآتية: أولا، هذا المقرر القاضي بالانضمام لم يراعى فيه مبدأ المقاربة التشاركية، سيما وأن دستور المملكة يؤمن استشارة الساكنة في تسيير قضاياها المحلية، وباعتبارنا ممثلين لهذه الساكنة فقد حرمنا من هذه الاستشارة بالشكل الذي يتماشى مع قواعد الحكمة والشفافية والآليات المنصوص عليها دستوريا، بعد أن ناشدنا كفريق معارضة وأعضاء رافضين رئيس المجلس على الأقل بمنحنا وقتا يسمح لنا بالعودة إلى الساكنة والاستماع لآرائها وتساؤلاتها في موضوع انضمام جماعة فيجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وما سيترتب عنه من تفويت لقطاع حيوي ألا وهو الماء لهذه المجموعة. هذا الاختصاص هو بمثابة اختصاص أصيل للجماعات، مع كامل الأسف ومن منطلق قناعتنا فقد تم تفويته لهذه المجموعة كرها على إرادة الساكنة، مجموعة يتموقع فيها مندوب جماعة فيجيج خارج مراكز القرار، بالإضافة إلى كنانيش تحملات وعقد تدبير مفوض لم يتح لنا كأعضاء في المجلس من الاطلاع عليها، مما يجعلنا في غموض وجهل تام لهذه الوثائق والبنود لحدود صياغة هذه الاستقالة. ثانيا، حرماننا من أبسط الحقوق كأعضاء مجلس، وبالأخص الحق في تقديم نقط بجدول أعمال الدورات، سيما في الأوقات الحرجة التي تحتاج فيها الساكنة لمعالجة قضاياها وهمومها، بحيث أن الرئيس رفض طلبنا بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة فبراير 2022 في شأن مشكل الجزافي، ورفض نقطة أخرى بتاريخ 29 دجنبر 2023 متعلقة بمناقشة التبريرات التي استند عليها الرئيس في رفض مسألة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع. ثالثا، التجاهل التام لخصوصيات جماعة فيجيج باعتبارها واحة
لها منظومة مائية فريدة يتخوف سكانها من الإضرار بها، والتي تشكل عصب قوتهم اليومي، وتختلف فيه واحد في جيج كل الاختلاف على نظيراتها التي أعلنت انضمامها لهذه المجموعة سواء بالجهة الشرقية أو في باقي جهات المملكة. مع هذا المنطلق فإن إيماننا الراسخ بما يكتسيه موضوع الماء من أهمية في تاريخ الواحة وحياة الساكنة وما بدله الآباء والأجداد منذ قرون على الحرص والمحافظة على هذه المادة وصيانة مصادرها وترشيد إدارتها من حيث الاستعمال والاستهلاك، وأبدعوا عدة طرق وتقنيات لاستخراجهم الفرشة الباطنية والتي تشكل مصدر مياه العيون، تستغل مياهها بواسطة تقنية خطارة وتشكل ما يشبه الآبار تسمى محليا إفلان، وتجر المياه داخل شبكات القنوات الباطنية كالأروقة يطلق عليها محليا تسفلين، وعندما تستوي على سطح الأرض تتفرع إلى سواقي لسقي الحقول أو تجميع المياه في الصهاريج. ومن أهم هذه العيون الموجودة عين زادرس مغني جاجا تجمات إفلي جديد. هذه المنظومة المائية الفريدة في جلبه وتجميعه وتوزيعه والحفاظ على تدفقه واستمراريته هي ذاكرة مشتركة بين جميع أبناء فيجيج، وعقيدة متأصلة في وجدان المواطنين في هذه الربوع الطيبة من وطننا العزيز. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك سيما بعد الاعتراف الأخير الذي حظيت به واحة فيجيج من طرف منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو سنة 2022، يمنح واحة فيجيج اعترافا يقضي بأنها تراث زراعي ذو أهمية عالمية. عطفا على ما سبق ذكره في هذه الفقرة، فإنه لا يمكن لنا كممثلين لساكنة هذه الواحة بهذه الأهمية ولا بأي شكل من الأشكال القبول بهذا التشريع الجديد الذي سيعتمد عليه في تسيير الماء بفيجيج، والذي قاومت الساكنة منذ مئات السنين كل ما من شأنه تهديد هذه المنظومة الضاربة في القدم. وعليه فإن الوافد